السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في مجمع بروج سكاي الدور السابع، اصور لكم شقة رقم 21 جهة اليمين، شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 170 متر مربع. هذا المدخل، مدخل الشقة، زي ما احنا شايفين المنطقة هذه مكان موزع للشقة. الجهة هذه نقدر نحط فيها دولاب الأحذية والعبايات. نجي هنا على اليسار غرفة أولى، مساحتها واسعة وحلوة، لها إطلالة على البحر. لو نلاحظ من هنا إطلالتها على البحر. نطلع من الغرفة الأولى، نجي هنا على الصالة. هذه مساحة الصالة، مساحتها كبيرة ما شاء الله تبارك الله، ولها بلكونة. في مخرج البلكونة من الصالة، هذه المساحة، مساحة البلكونة، ولها إطلالة أيضا على البحر. والجهة الجانبية للصالة إطلالتها على المجمع. المجمع في منطقة كاشستو، منطقة كاشستو منطقة حيوية جدا. مقابل الصالة عندنا هنا دورة مياه أولى، نجي هنا بجوار الصالة هذا المطبخ راح يتم تركيب الدواليب، وفي مخرج البلكونة جانبية من المطبخ. مساحة البلكونة حلوة. منطقة كاشستو زي ما قلت سابقا مخدومة بكل الخدمات. المجمع راح يكون فيه جلسات عائلية ومواقف للسيارات، ألعاب أطفال، ألعاب رياضية، ومسجد قريب جدا من المجمع، والسوبر ماركتات والمواصلات. وأيضا مقابلنا هنا لو تلاحظوا جواهر مول. نكمل تصوير الشقة، نطلع من المطبخ نجي هنا على الغرفة الثانية. هذه مساحتها ما شاء الله تبارك الله، مساحتها حلوة تقريبا 3.5 × 4. إطلالتها من الخلف على المجمع. نجي هنا أخيرا على الماستر، قبل الماستر عندنا هنا الحمام الخاص بالشقة، الحمام الرئيسي راح يتم تركيب السيراميك والكلوزيت والمروش، يعني حاجات المطبخ، حاجات الحمام قصدي. هنا الماستر إطلالته من الخلف على المجمع، مساحته حلوة ما شاء الله تبارك الله، لها حمام خاص فيها. حمام متكامل يكون فيه كلوزت ومغسلة ومروش. ما شاء الله في اللمسات الأخيرة راح يتم تركيب الواجهة تبع الشبابيك، وراح يتم تركيب الباركيهات. يعني إن شاء الله تكون الشقة جاهزة خلال الأشهر القادمة.